اي تونس الرقميه وتونسي نميريك كل نهار ثلاثه باش ناخذوا فكره على اسعار الخضار الغلال اللحوم الحمراء والبيضاء. نحن اليوم موجودين في مارشي غرومبيليا، البطاطا موجوده على دينار، الجلبانه على 3500، الطماطم زاد على 2500، الفلفل كذا كيف كيف على 2500. لاحظنا انخفاض في الاسعار الجمعه ذي مقارنه بالاسابيع الفارطه. الفول موجود على 15%، والبصل زاد على 15% مليم كيلو، السناريا موجودة على 2000، السلك المعدنوس على 600. هذه الحركة والأجواء مباشرة من مرشي غرومبيليا. أخيرا على 3000، البصل موجود على 12%، نوصلوا بجولة متين. صباح النور أخير يا أخي، صباح نهارك. الأسوام تاع الفريز قداش تو في غرومبيليا؟ اليوم مرتل 2500. اليوم على 2500 رتل، كثير ولا 5000؟ معلش ما عندوش سوم فيكس، معناتها الفريز بالرغم اني ولاية نابل معناتها من لأنه الفريز بلغة الفلاح كي يهجم واحد، بمعنى تنحي الناس الكل مع بعضها، الناس الكل يتيها السوم، وبين الفترة والفترة يعني نتاع التنحية تسحق هكا جمعة جمعة نص يطلع فيها وقتها سوم مرتبط بالعام. معناتها انتم قداش تشرو تاع الفريز؟ نعم. قداش تشرو مع الفلاح؟ بأربعة وخمسة، أربعة وأربعة، أربعة وثلاثة على بلاصته، معناها غادي يزيدوا المصاريف نتاعو، ناقلوا الساشيات والمكس و معناتها يوصل المواطن على 5000. باهي، نواصلوا جولتنا في السوق نتاع غرومبيليا. صباح النور. أخير مرحبا بك. الأسهم نتاع اللحوم الحمراء قداش تخدم في غرومبيليا؟ الهبر 39، المخلط 28، العلوش 49. الأسهم ديما في الدلع. معناتها فماش مستحيل، مادام الدولة ما دعمتش الفلاح، مادام الزيادة كل يوم الزيادة. مش هذا المواطن جملة، كيما الفلاح، كيما المستهلك، كيما المنتج، كلنا كي بعضنا. حلقة دائرية، نحن مربوطين ببعضنا. نشوفوا معناتها تو الكيلو ب 49. العلوش صغير من مليون فوق. Thank you.